أخريات يمسحن برداء قبر الولي الصالح، ومنهن من تشعل الشموع وتنثر الحناء والتوسط بالولي الصالح قصد الشفاء من الحسد والسحر. كما قال هذا الولي يكون معنا بينا وبيداتنا وبيداتكم كاع ان شاء الله. هو يقربنا لله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان شاء الله. يجيبوا عروسها من بلاد واحده اخرى ويدخلوها هنا الحمراء، يدوروها على سيدي حمراء على القبه هنايا ويدخلوا يزوروا في سيدي حمراء الشعب يجمع ويدور وسطهم. هنا اللي حمراء هنا. كنت بروح دوليسي سته ثانويه. ما شاء الله استاذ. الله يسلمك. لكن رغم هذاك الوالدين وكذا يحكوا لنا شدينا في هذا. تبقى هذه عاده راسخه. انا كي شفت انا الشيخ الله يرحمه رحمه الله وصاني قال لي كي تروح المقام هكذا وتعرف باللي هذاك ولي صالح صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. ركعتين لله. انت عندك مثلا انت مثلا كانت حابة تروح الوالي الوالي تاع انا ماشي ولي صالح. كاين واحد يقربك ليه ولا لا؟ اكيد واحد واسطه يعني هذا يعرف يقربني ليه هذا كذلك واسطه مع الله سبحانه وتعالى.